أغفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1300 ونقطتين بانخفاض بنسبة 42%، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية، وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 7,176,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 1,035,000 دينار تم تنفيذها من خلال 83 صفقة، في حين تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية. أعلنت بورصة البحرين أنه ابتداء من اليوم يمكن للمستثمرين البحرينيين وغير البحرينيين الاكتتاب مباشرة من خلال السوق الأولى بالبورصة في إصدار سندات التنمية الحكومية رقم 20 الذي أصدره مصرف البحرين المركزي بالنيابة عن حكومة مملكة البحرين، ويبلغ حجم الإصدار 300 مليون دينار بقيمة اسمية قدرها دينار واحد للسند، في حين تبلغ مدة الإصدار 3 سنوات، ويبلغ العائد الثابت 6% سنوياً يتم خلالها دفع فوائد الإصدار كل 6 شهور. دعا وزير المالية السعودي محمد الجدعان إلى توحيد الصفوف والتعاون مع كل المنظمات والهيئات الفاعلة لمواجهة تحدي جائحة كورونا، موضحاً أنه لتعزيز مجال الصحة أطلقت مجموعة 20 موقعاً على الإنترنت لتقفي أثر الصعاب المالية التي يواجهها العالم، وهو ما يستوجب حشد 8 مليارات دولار. أعلنت الإدارة الأمريكية توزيعها حتى الآن 12 ملياراً و400 مليون دولار على 93 شركة طيران لمساعدتها في الحفاظ على الوظائف في ظل الأزمة التي يشهدها القطاع جراء وباء كورونا، حيث تعرض قطاع الطيران لضربة قوية نتيجة الوباء الذي ألغيت بسببه آلاف الرحلات الجوية، كما وشملت الأزمة أيضاً قطاع الشحن الجوي. توقعت الحكومة الإيطالية ارتفاع العجز العام إلى 10.4% من إجمالي الناتج المحلي، وارتفاع الدين العام إلى 155% في عام 2020 بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث أدى الوباء وتدابير الحجر التي أقرت لمحاولة احتوائه إلى توقف الاقتصاد الإيطالي.